هاي جورجيس، أنا اسمي منة العبد واليوم حوريكم ازاي نعمل إطلالة جذابة للعيد باستعمال منتجات بنفيت كوسماتكس. أول حاجة بعملها أنا بحب دايما أغطي المسامات باستعمال البور فاشنال برايمر، باخد شوية صغيرة بس وحطها على الإيد وبعد كده أدمجها على التي زون أريا. بعد ما بخلص البرايمر بنتقل إلى الكنسيلر واستعمل البوينج إندستريال سترينث كنسيلر، بحطه تحت العين عشان أغطي كل الهالات السوداء وبحطه دايما على النقط اللي انا عايزه اغطيها كمان. بعد ما اخلص الكونسيلر بنتقل على الفاونديشن، فبستعمل الهالو هابي فاونديشن وارجه الاول قبل ما استعمله واحطه برضو على الايد واستعمله وادمجه بايدي. طبعا ما انساش الرقبه كمان. وبعد كده بنتقل الى الكونتورينج، فبستعمل الهولا مات برونزر وحطه على الخدود عشان ابين الكونتور حلو للعيد. اما حاجة الدمج عشان يديكي اطلالة حلوة. بعد كده بستعمل الكاليفورنيا بلاش وحطه على الخدود كمان. بعد البلاش بحب دايما اضيف لمعة حلوة، بستعمل الواتساب هايلايتر وحطه على الخدود، بس اهم حاجة ان انتي تدمجي بعد ما تحطيه. بعد كده بنتقل الى Stay Flawless 15 Hour Primer وحطه على جفن العين عشان يثبت لي لوك الاي شادو. بعد كده باخد اللون البني الغامق وحطه على العيون عشان يديني الدراما اللي انا عايزاها. وبعد كده بنتقل الى جزء الايلاينر، بستعمل The Real Push Up Liner وحطه على العين. زي ما انت شايفين بخلص العين الواحدة وابتدي اعمل نفس الخطوة تاني للعين التانية. بعد كده بنتقل الى الفيك لاشز واستعمل ديلي دارلينج لاش مع الانفيزيبل لاش جلو. مع بعض بحط الجلو مع اللاش عشان يثبت لي الرموش. اهم حاجة ان انتوا تسيبوا وقت ان الجلو يثبت على الرموش. عشان اثبت الرموش صح بستعمل The Real Mascara وحطه على رموشي كمان. بنتقل الحواجب، باخد جوف براو بنسل ومشط بيها الحواجب. اما حاجه ان انا اعمل شعيرات صغيره عشان اعرف املا كل الفراغات اللي انا عايزه املاها. بعد كده باخد جيمي براو بلس عشان يديني الفوليوم الحلو للحواجب. وعشان ارفع الحواجب باخد الهاي براو بنسل، بيديني شكل حلو جدا للحواجب ويرفعهم لي كمان. اخر حاجه باخد The Real Lipstick in Lusty Rose واحطه على الشفايف. وبكده يكون خلصنا اطلاله جذابه للعيد. ياريت تكونوا استمتعتوا معايا النهارده واشوفكم تاني ان شاء الله. باي.